فيلمنا النهارده بيبتدي مع واحد اسمه تشارلز، وبيكون بيلعب في مباراه غير شرعيه كده، وبيبان طبعا بقى ان هو بيتطحن والمفروض ان هو قوي يعني. فاصحابه بيقولوا له يا ابني انت ما بتكسبش ليه، ما تكسب المباراه. بيقول لهم لا 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 مش هينفع، لان في واحد دافع لي فلوس اصلا عشان اخسر. المهم بيكمل المباراه والخصم بيفضل يضرب فيه وبيقول له يا ابني انت ما بتقعش ليه، ما تقع انت عمال تتطحن يعني، انت عاجبك وانت بتتضرب كده. وهو عنده حق الصراحه يعني، ليه يفضل يتضرب، ما تخسر على طول ادم كده كده هتخسر. بس طبعا تشارلز بيقول له ان الناس بتحب كده، وبعدين ضرباته كمان مش قوية انها توقعني يعني. فطبعا الخزم بيتضايق جدا وبيقول له طب على فكره بقى انت حرامي وابن حرام. فتشارلز بقى ساعتها بيتضايق وبيتهيأله ان كل اللي حواليه بيقولوا له انت باباك حرامي، وبكام ضربه منه كده بيقوم مخلص الماتش كله وبيكسب، ومش بيبقى فارق معاه بقى ولا فلوس ولا اللي كان متفق معاه انه لازم يخسر ولا اي حاجه. المهم ان هو جاب حق ابوه ومحدش شتم. وبعديها بقى بنشوف في التلفزيون ان في مؤسسه كبيره هتنقل الماس من الهند لدبي في ليله راس السنه، وده طبعا هيبقى تحت اجراءات امنيه مشدده، واللي هيبقى مسؤول عنها شركه تامين اسمها شاليمار، وصاحب الشركه دي اسمه تشان. وبيقول تشان في المؤتمر الصحفي ان في نفس الليله اللي هيتنقل فيها الماس هتكون افتتاحيه مسابقه الرقص العالميه، واللي هيكسب هياخد كاس من الذهب الخالص. وبيبان على تشارلز انه متضايق كده لما بيشوف تشان، وبيبان انه بيخطط لحاجه، وصور تشان واخباره بتبقى عنده في كل حته، وشكله بيجمعها بقاله فتره كبيره جدا. هنعرف كمان شويه هو بيخطط لايه. المهم بيروح عشان يجمع فريق معاه بقى في اللي هيخطط له ده، وبيروح لاول واحد وهو جاك، وبيبقى خبير في صناعه القنابل سابقا، وحاليا هو اطرش خلاص طرش قنابل يعني، مش عارف هو محتاجه في ايه الصراحه. واللي سبب له كده انه خسر واحده من ودانه على الحدود وهو بيحارب، وانه حاليا بيشتغل في سينما ويدوب بس بيشوف امتى عايزين يفجروا القنبله وهو بيفرقع. بس طبعا بسبب ان سمعه ضعيف شويتين ثلاثه كده، مش بيسمع اوامرهم وبيغلط في الشغل دايما وبيبوظ لهم مشاهد. وبيبقى جاك في حاجتين بس بيعصبوه بطريقه رهيبه، الاولى ان اي حد يغلط في مامته او يشتمه بيها، والثانيه ان برده حد يغلط في مامته او يجيب سيرتها في اي حوار. ولما المغرج بيغلط ساعتها في مامته بيكسر لهم ام الاستوديو على اللي فيه بيبوظ لهم كل حاجه. المهم بقى بياخدوا تشارلز وبعديها بيفضلوا يتكلموا، وهنا بقى بنفهم ان تشان السبب في ان ابو تشارلز يدخل السجن لمده 8 سنين، عشان كده تشارلز بيبقى متضايق من تشان، فبيقترح عليه جاك طب ما نقتل تشان. بس بيقول له تشارلز انه لو كان الانتقام هو القتل كان هيقتله من زمان، بس الموت هيبقى راحه ليه وهو مش عايزه كده، وانه عشان كده بيخطط لانتقام بقاله 8 سنين من ساعه ما باباه اتسجن، وبيقول له ان الانتقام ده هيبقى لينا احنا الثلاثه. وبيبقى الثالث اللي قصدهم عليه عم الحاج ده، وبيكون اسمه تامي، وبيقول ان تامي ده افضل مفكك خزن في العالم، وانه كمان كان بيشتغل في مصنع ابو تشارلز اللي اتسجن سون. وبيبقى تامي كل البنات بتموت عليه، قصدي كل الجدات يعني. المهم بيلاقي تشارلز وجاك مستنيين وبياخدوه معاهم، وبنشوفهم بعد كده بيقولوا له انهم عايزينه يكسر نظام اقوى خزنه في العالم، ويعطل جهاز الامن اللي فيها، ويسرق 9 مسات لا تقدر بثمن. اللي هو بيقول لهم انتوا مجانين ولا ايه، وفجاه بيلاقوه توتر كده وجاله انه بيتسرع من اللي بيسمعه. وبعد كده بيفوقوه فبيقنعوا تشارلز ان دي الطريقه الوحيده اللي هينتقموا بيها من تشان، وخصوصا ان خزنه الشركه بتاعت شاليمار هو وبابا اللي عملوها اصلا، وهم الوحيدين اللي هيقدروا يفتحوها من غير رقم سري. فبيتاثر تامي جدا من اللي بيسمعه وبيوافق على طول، وبيمشي بقى مع تشارلز، وبتبقى كل الارامل دول زعلانين طبعا انه ماشي. وفي الطريق بيقول لهم تشارلز انه هيجيب واد هاكر كده ومخترق انظمه يقدر يساعدهم في عمليتهم، والواد ده بيبقى ابن صاحبهم واسمه روهان. بيبقى روهان وحيد جدا ومالوش اي صحاب، ولا حتى حد من البنات بيبص له وفاكرينه فاشل، بس هو في الحقيقه بيبقى آلة اختراق متحركه. المهم بياخدوا تشارلز وبيفهمه هو ايه اللي المفروض يعمله، بس بيسالوا روهان ازاي هتدخلوا اوضه الخزنه اصلا، والخزنه هتبقى في اوضه معينه ما بتتفتحش غير ببصمه الايد. فتشارلز بيقول لهم لا ما تقلقوش، الموضوع ده سهل خالص، لان الشخص اللي هيبقى في الاوضه دي واللي الاوضه مش بتتفتح الا ببصمته هو صاحبهم فيكي ابن تشان، اللي طبعا عايزين ينتقموا منه. فبيقولوا له هندخل الاوضه ببصمته ازاي، ولا هتجيبه هو كمان ضمن الفريق، ولا هتعمل ايه. بيقول لهم لا لا ما تقلقوش، انا عندي الكل حاجه خط. وبيوديهم وبيعرفهم على واحد ساعتها اسمه ناندو، وده بيبقى شبه فيكي بالظبط، بس مشكلته الوحيده ان هو دايما سكران وحالته متبهدله على الاخر، وممكن يرجع في اي لحظه. وبيقعدوا كلهم بقى بعديها وبيفضلوا يقولوا له ده هيبوظ لنا الخطه، انه مش هينفع يجي معانا. وبيبقى تامي حاطط كمامه عشان ريحه ناندو اللي تقرف، وكل شويه يرص معطر طبعا بسبب ريحه السكر اللي هو فيه ده. وبيقول لهم بقى تشارلز على فكره ده اهم واحد فينا، لاننا من غير الوش ده مش هنعرف نخدع الناس وندخل الاوضه اللي فيها الخزنه اصلا. المهم بيقتنعوا، وبعد كده بيبتدوا يحتفلوا. ساعتها تشارلز بقى بيقول لهم خلاص كده احنا الفريق اكتمل، واحد سكران على طول، والتاني عجوز ومتخلف، والتالت بيضرب وما بيتفهمش، والرابع ده كده واد شقي وبتاع هاكر. بيديهم بعد كده على مكان عشان يتدربوا فيه، وبيبقى مجهز لهم نفس المكان الحقيقي اللي هيكون فيه الخزنه، والمفروض ان ناندو اللي بيبقى سكران على طول ده يدخل وسط البادي جاردات دي كلها لاوضه الخزن على اساس انه فيكي. وعلى الناحيه الثانيه بقى بتشوف تشان وهو بيقدم ابنه فيكي للمسؤولين، بيقول لهم ان الخزنه دي مش هتتفتح الا ببصمته. وساعتها تامي بيسال طب وازاي هنجيب بصمه فيكي، فبيقول له تشارلز مش دي المشكله، المشكله ان احنا ازاي هنخلي ناندو الاهبل ده يبقى هو فيكي. وبيوريهم بقى الخزنه، وبتبقى الخزنه دي حب تامي الاول
الاول والاخير طبعا. بس بيحذروا تشارلز ان في قبل الخزنه غلاف من الليزر، والغلاف ده بيبقى مهم رهان الهاكر. نعرف ان الخزنه نفسها فتحها صعب جدا وعايز يجي 350 سنه عشان تحاول تفتحها يعني. بس بيقولهم تشارلز ان الليله دي كلها هتخلص في 5 دقايق بالظبط، عشان لو ما حصلش كده الخزنه هتتقفل بعد 5 دقايق وغلاف الليزر ده هيرجع يشتغل تاني، يعني حتى اللي هيعرف يدخل جوه لو دخل اصلا مش هيعرف يطلع ساعتها. بيقول لهم تشان ان مفيش باب دخول او خروج غير الباب ده. بس تشارلز بقى على الناحيه الثانيه بيقول لهم ان في طريق تاني بس محدش يعرفه خالص، وهو انهم هيخرجوا عن طريق ماسوره الصرف الصحي اللي مبنيه فوقيها الخزنه، ودي هتبقى مهمه جاك، وهنعرف قدامه الخطه بتتنفذ ازاي ده هيحصل. والدخول بقى هيبقى عن طريق فتحه التهويه، بس بيبقى في نهايتها صفيحه ما بتتفتحش غير بمفتاح واحد. وبيسالوا بقى طب المفتاح ده هنجيبه منين؟ بيقول لهم لا هو مفيش اسهل من كده، المفتاح ده معايا اصلا، لان الاوضه دي وهي بتتعمل كنت انا من ضمن العمال اللي كانوا بيشتغلوا هناك، ومن هنا بقى انا عرفت كل تفاصيل الاوضه دي وكل حاجه. والفتحه دي هتكون موصله على اوضه واحده في المبنى كله، وهي الاوضه C9. من خلالها بقى هيقدر تشارلز وتامي انهم يخشوا الاوضه اللي فيها الخزنه عشان يفتحوها. فبيقولوا طيب ده كده جميل خالص، سهل، احنا كده نحجز بقى الاوضه دي. فبيقول لهم لا ما في مشكله، ان الاوضه دي اصلا محجوزه. وبيفهمهم ان في الوقت ده هتكون في مسابقه رقص عالميه، وخلاص الاوض اتوزعت على الفرق اللي هتشارك. وبيقول لهم بصوا بقى احنا هنعمل ايه، احنا هنعمل حاجه بسيطه جدا، وهي اننا هنشارك في مسابقه الرقص. بس اول ما بيقول لهم كده بيلاقي صحرا حواليه وكلهم سابوه كده ومشي. فبيطلع يندههم وبيفضل يقنعهم ان المسابقه دي هتبقى سهله خالص، وانها بس محتاجه ليونه وكم حركه وخلاص، مش حوار يعني. بيقول لهم ما تقلقوش انا هجيب حد يدربكم وكل حاجه هتبقى تمام. وده غير بقى ان المسابقه دي هتقوم على التصويت، وساعتها رهان هيخترق النظام ويعلي التصويت بتاعنا، وكده هنتاهل للنهائي. فبيقتنعوا اخيرا، وبيجي بقى وقت التدريب وبنشوف ضحك بقى، وبيكونوا جايبين مدربين عالميين بس مفيش نتيجه خالص غير الهبل اللي بيعملوا ده. المهم انهم بيتفاجئوا بخبر زي النيله، وهم انهم لازم اول مرحله يعدوها من غير تصويت الجمهور، وفي لجنه هي اللي هتقيمها. فبيفقدوا الامل بقى وبيكتئبوا. بس بعديها ناندو بيبقى عايز يفهم ايه قصه الانتقام دي. فبيحكي تشارلز ان بابا كان عنده توكيل لتامين الماس اللي في السوق، وكان شغال معاه تامي وجاك، والحياه كانت ماشيه حلو لغايه ما دخل الشيطان اللي اسمه تشان في حياته. وتشان ده كان مسوق للماس الافريقي، ووقتها ادى لابو تشارلز توكيل لصناعه اقوى واكبر خزنه في العالم، وقعد بابا يشتغل بقى في الخزنه دي لمده سنه وسماها شاليمار. واول ما الخزنه دي خلصت دخلوا فيها ماسات تقدر بملايين الدولارات. وفي ليله راس السنه سرق تشان كل الماسات اللي في الخزنه، بس طبعا اللي لبس الحوار ده كله ابو تشارلز، لان الخزنه دي كانت ببصمته هو بس. وساعتها اتسجن واتحكم عليه بالسجن المؤبد، وان الحرامي الحقيقي حر دلوقتي ومبسوط باللي سرقه وعايش حياته. فبيتاثر جدا ناندو، بيقول لهم الخطه دي فعلا لازم تنجح، وانا عارف على فكره مين اللي هيقدر يدربنا عشان نعدي المرحله. وبيوديهم عند واحده اسمها مهين، وبيبقى بسم الله ما شاء الله راسها حلو جدا. وبعد ما بتخلص الاستعراض بقى بيروح لها ناندو عشان يتفق معاها تدربهم، ولكنها مش بتوافق. بس اول ما بتبص كده وبتشوف تشارلز طبعا بتعجب بيه جدا يعني. والسبب اللي بيخليها تعجب بيه مش اللي كلنا فاكرينه، هو سبب غريب كده، هو انه بيتكلم انجليزي، وان هي دي نقطه ضعفها الانجليزي. فعلى طول طبعا بتوافق انها تدرب. ولما بتروح بقى مهيني للمكان بتاع تشارلز، بتلاقي تشارلز مش شايفها وعمال يقول لهم ان انا عايزكم تحترموا مهيني لما تيجي، مش عشان يعني هي واحده رقاصه كده في حانه وبنت مش مظبوطه وبترقص عشان الفلوس ما نحترمهاش، لا ما ينفعش طبعا. وكل ده طبعا العصابه بتفضل تشاور له عليها عشان يفهم انها واقفه وراه وبطل الكلام اللي بيقوله ده. بس طبعا ما بيفهمش في الاخر غير لما بيكون طلع كل الكلام الوحش اللي جواه. فبتتضايق طبعا منهم وبتسيبهم وبتمشي، وبيروح وراها بقى وبيفضل يعتذر لها، ولكنها بتقول له على فكره انت فاهمني غلط، انا برقص عشان اجمع فلوس، بس الفلوس دي هتخليني افتح مدرسه واعلم فيها الاطفال الصغيرين الرقص، وساعتها طبعا ولا عنت هرجع ارقص في الحانات ولا الكلام الفاضي ده. المهم بيصالحها بالانجلش، واول ما بتسمع كده بتسامحه ولا كان في حاجه حصلت يعني. وبتدخل بقى بعد كده وبتفضل ترقص وتدربهم، وبتبان بقى انها معجبه بتشارلز جدا، وكل ما بتقرب منه كل حاجه حواليهم بتولع، الحب ولع في الدره يعني. المهم بيخلصوا، وبيجي يوم المسابقه اللي بيختاروا فيه الفرق اللي هتتاهل من الهند، وبيخش ساعتها وطبعا بيبقى شكله بهبل جدا يعني. وبيجي دورهم انهم يقدموا، الصراحه بيقدموا عرض نيله جدا يعني، بس اللجنه بتضطر تقبل عرضهم طبعا، لان تشارلز بيبتزهم وبيكون مصور صور ليهم كده فيديو مع بعض في اوضتهم، وبيهددهم انه هينشر الصور دي على اليوتيوب لو مش نجحوهم. وساعتها بينجحوا فعلا وبيتاهلوا، وبيخش بقى للمرحله الثانيه، ودي بتكون معتمده على التصويت، واللي هيكسب فيها يتاهل باسم الهند قدام فرق العالم كلها. وبتكون مهيني واخده الموضوع على اعصابها قوي، وواخداه كفكره كرامه بقى، وما تعرفش اصلا موضوع تشارلز عشان السرقه ده، وان كده كده روهان هيخترق الشبكات ويكبر لهم عدد الناس اللي هتصوت لهم، وكده كده هيكسب. المهم بيجي دورهم وبيقدموا عرض برضه اهبل يعني كالعاده، والناس بتحدفهم بالازايز كده على وشهم وبيدنهم يحدفوهم بكل حاجه. وبيجي وقت التصويت، وبيقدر روهان ان ينجحهم، وبيفرحوا كلهم، وبيفرح تشارلز ان حلم الانتقام لابوه قرب يتحقق، وبيتاهلوا بعد كده وبيسافروا لدبي. وبتكون في فرقه جامده جدا
اول ما بتوصل بيبتدوا الناس تحييهم بكل اللي عندها، بس اول ما بيوصل الفريق الضحك ده طبعا بيحذفوهم بالبرتقال وبيبهدلوه. المهم في نفس اليوم بيكون تشان عامل حفله استقبال، وطبعا بيروحوا كلهم يحضروها ما عدا نادو عشان هيكون فيكي اللي شبهه موجود ومش هيقدر انه يحضر. ولما بيروحوا بتفتكر مهين ان فيكي هو نادو، وبتقعد بقى تتكلم معاه، فبيستغرب انها بتقول له يا نادو، بس بيقولوا له ان هي بتقول لك نادو يعني بتعكسك كده يعني، وبيحاولوا يلم الموضوع قبل ما تبوظ لهم الخطه كلها. المهم ان فيكي ده بيعجب جدا بيها وبياخدها بقى عشان ترقص معاه، وبيسلم تشان على تشارلز وبيبان انه مش طايقه ومش طايق فريق الهند كله، وبيقول له تشارلز احترمنا، ده احنا حتى من نفس البلد بتاعتك يا اخي. المهم ان تشان بيقعد يستهزئ بيهم كده وبيتحداهم انهم مش هيعرفوا يقدموا عرض حلو وكده كده مش هيكسب، فبيأكد له تشارلز ان احنا كده كده هنكسب وما تقلقش يعني من الحوارات. وبعديها بيقدموا عرض، والغريب ان العرض ده بيطلع حلو والناس بتحبهم وبتفضل تشجعهم. وتاني يوم بقى بتوصل المسات للخزنه، وبيقدر روهان ان يخلي الاوضه سي 9 لفريق الهند بتاعهم، وبيقولوا ساعتها ان عرضهم هيكون تالت عرض، وان ده هيديهم وقت كبير جدا بعد العرض انهم يسرقوا المسات. وبيحكوا كمان انهم هيستدركوا فيكي ويقولوا له انهم محتاجينه عشان يركب الاسانسير، وساعتها هيبقوا متنكرين في هيئه ستات منقبين ويقدروا انهم يخدروا. وفي نفس الوقت هيجي دور نادو عشان يلبس نفس البدله بتاعته وياخد بصمه ايده ويروح على الخزنه على طول. ولما يدخل الاوضه اللي فيها الخزنه هيفتح فتحه التهويه على طول عشان يقدر تشارلز وتامي انهم يدخلوا فعلا يسرقوا الخزنه ويخلصوا الحوار. وبعديها روهان بقى هيفكوا غلاف الليزر ويفتحوا الخزنه ويسرقوا المسات وبس كده ويطلعوا بسرعه. وبكده تبقى الخطه على الورقه ناجحه، بس لسه بقى التنفيذ. بس بيسالوه ازاي هيعدوا بالمسات دي من المطار، فبيقول لهم انه هيحطها في المشروب كانها تلج، وساعتها المشروب كله اصلا مش هيعدي تحت جهاز الانذار. فبيعجبوا قوي طبعا بالخطه وبالتفكير السليم ده. وبيجي بقى يوم العرض واللي هو يوم العمليه، بيقدموا كلهم عروضهم، وبيبتشان من ضمن لجنه التحكيم، وبيجي الدور على فريق الهند وبيبقى في مواجهه فريق كوريا، وبيفضلوا بقى يقدموا عرضهم ويرقصوا لحد ما بتحصل غلطه، وبيبقى في ولد صغير هيقع من ارتفاع كبير جدا، فبيسيب تشارلز فريقه وبيسيب العرض وبيجري باقصى سرعه عشان ينقذ الولد الصغير، وفعلا بيقدر انه ينقذه. فبتفضل بقى الناس ساعتها تسقف له وتهتم في اسمه واسم فريق الهند من بعد ما كانوا بيشجعوا فريق كوريا. فبيروح بعديها بقى عشان يتاسف لمهين انه بوظ العرض، فبتقول له مش مهم العرض، المهم ان احنا كسبنا احترام الناس. وبيسيبوها بعد كده عشان يروحوا الاوضه طبعا وينفذوا خطتهم، وبيكذبوا عليها وبيقولوا لها ما تجيش عشان احنا عايزين نقعد قعده شباب لوحدنا كده يعني. وبيبداوا بقى فعلا انهم ينفذوا الخطه، وبيقدروا انهم يستدرجوا فيكي. ولما بيركب بيسمعوه بيتكلم في التليفون وبيقول ان الالماس ما وصلش للخزنه، وانه كمان هيتاجل للحفله اللي بعد كده. فطبعا بيلغوا خطتهم كلها وما بيعرفوش ياجلوا الخطه، لانهم متاكدين انهم هيخسروا العرض اللي لسه مقدمينه، وساعتها هيمشوا وهيرجعوا على الهند، وكل اللي كانوا مخططين له بقالهم زمن هيبوظ. وبيجي بقى وقت اعلان النتيجه، وبيروحوا هم محبطين جدا، وفعلا بتتقال النتيجه ومش بيتاهلوا. بس بتحصل المفاجاه، وواحده من لجنه التحكيم بتطلع وتقول انها قررت تخلي فريق الهند يتاهل بسبب العمل البطولي اللي عمله تشارلز وانقذ الولد، وان اللي عمله ده حاجه ما بتحصلش، انه يضحي بالعرض بتاعه اللي بقالهم سنين بيتدربوا عليه عشان ينقذ طفل صغير. فبيفرحوا بقى طبعا جدا ساعتها، لان بكده هيعرفوا يقعدوا للحفله اللي بعديها وينفذوا خطته. وبيجي تاني يوم وبيكونوا اتشهروا والناس حبتهم جدا، وبيكونوا كسبوا احترام الكل، وبيفضلوا يحتفلوا ويرقصوا معاهم. وبيجي يوميها بالليل وبيقترحوا على تشارلز انهم يقولوا المهينه على الخطه بتاعتهم، ولكنه بيرفض طبعا وبيقول لهم انتوا بتهزروا ولا ايه، ده ممكن تبلغ الشرطه. وبعدين يعني انتوا عايزين نقول لها ايه؟ اقول لها ان المسابقه دي كلها كانت كدبه وان احنا كنا بنضحك عليكي. وكالعاده طبعا بيتكلم، وبتكون في الاخر واقفه ورادة كله وسامع كل حاجه بتتقال. فعلى طول طبعا بتتضايق انها كل ده كانت زي الهبله، وبيضحك عليها وبتمشي وبتسيب. بس بيقول لها تشارلز على كل حاجه، وبيقول لها هم عملوا كل ده ليه. وساعتها بقى بيضطر يقول لهم تشارلز على المفاجاه الكبيره اللي كان مخبيها عليهم، وهي ان باباه مش في السجن، لانه في الحقيقه هو مات خلاص، لانه قتل نفسه بسبب انه كان مكتئب ومش قادر يعيش مع العيشه، وانه مرضيش يقول لهم من الاول انه مات عشان يفضلوا عندهم دافع ان الخطه تنجح وينقذوا باباه من السجن. فطبعا كلهم بيتاثروا وبيزعلوا جدا، وبيكونوا عايزين يقتلوا تشان، بس بيقول لهم تشارلز ان العقاب هنا في سجون دبي اشد من الموت، وان الحرامي هنا بتتقطع ايديه، وده كله بيبقى عذاب لازم يشوفه تشان بعد ما يتقبض عليه بتهمه سرقه المسات. بيحضنوا بعض بقى كلهم وبتتضم ليهم مهيني. وبيجي يوم العمليه اخيرا، وبتوصل المسات للخزنه، وبيبقى ده نفس يوم راس السنه، وبيبقى طبعا ده نهائي المسابقه. المهم بتروح مهيني عشان تستدرك فيكي، وبتدخله الاسانسير، وهناك بيقوموا باللازم وبيخدروه، وبياخدوه بعد كده بقى وبيبدلوا لبسه مع لبس نادو، وبياخدوا طبعا بصمته. وفي نفس الوقت بيكونوا تشارلز وتامي دخلوا من فتحه التهويه اللي بتوصل لاوضه الخزنه، وبيبقى نادو خايف جدا من كتر البادي جاردات اللي هيعدي وسطهم، وبيرجع جري بسرعه تاني. بس بيفضل جاك بقى يشجع فيه لحد ما بيرضى طبعا انه يروح، وفعلا بيروح وبينجح انه يدخل الاوضه. ولما بيدخل بقى بيبدا يفك في المسامير، وبيبقى اخر مسمارين بعاد قوي عليه ومش بيطولهم، بيبدا بقى انه يقلع لبسه كله ويحطه فوق بعضه عشان يعرف يطول اخر مسمارين، وبينجح فعلا انه يوصل
يوصل لاخر اتنين بعد ما بيكون قلع خالص خالص يعني، وبيكون كل ده شايفينه من الكاميرات ومش مصدقين اللي هم شايفينه، ايه البهدله اللي احنا بنشوفها دي. وبيقدر تشارلز وتامي يدخلوا، لما بيشوفوه كده بيقولوا له استر نفسك يا ابني واطلع من اللي انت عامله ده. وبينجح رهان ان هو يشيل الليزر، وبيبداوا يفتحوا الخزنه عشان يسرقوا الماس، وكل ده لازم يكون في 5 دقايق بس. بيتوتر تامي وبتجيله نوبه صرع، وده كله بيخلي الوقت يضيع منهم بسرعه، بس بيقوم وبينجح في الاخر انه يفتح الخزنه اخيرا. ولما بيفتحوها بيتفاجئوا ان في خزنه تانيه جوه الخزنه دي بكلمه سر، وبيفضلوا بقى يعصروا دماغهم كده ويفكروا في كلمه سر، لحد ما بيقولوا تامي ان الخزنه دي كمان اللي عملها ابو تشارلز، ودايما كان بيقول مش هيعرف يفتح الخزنه دي غير تشارلز. فبيفكر بسرعه تشارلز قبل ما الوقت يضيع، وفي الاخر بيجرب انه يكتب اسمه، وفعلا بينجح وبيفتح الخزنه. يعني مفيش اسهل من كده انك تكتب اسمك يعني على الخزنه. وبسرعه بقى بياخدوا المسات، لكن الباب بيتقفل عليهم. بس ساعتها تشارلز بيكون مخطط انهم هيخرجوا من فتحه السقف عن طريق القنابل اللي عاملها جاك، واللي هيوصلهم فتحات التهويه اللي هيكون مبدلها جاك بانابيب الميه اللي هترفعهم للسقف. وبعديها بقى بسرعه بيقرروا انهم يهربوا من دبي، بس بطريقه غير شرعيه. بس مهيني ساعتها بتشوف ان ناس كتير بتهتف باسم الهند، فبتقرر تطلع وتقدم العرض حتى لو هتقدمه لوحدها عشان ترفع اسم الهند. وفي نفس الوقت الكل بيسيب تشارلز وبيروحوا يقدموا العرض مع مهيني، وبيقدموا عرض خيالي حرفيا. وبعديها تشارلز بيروح لهم وبيفاجئهم، وبيفضلوا يرقصوا بقى لحد ما بيكسبوا المسابقه كمان، وبتبقى الهند اول مره في تاريخها تكسب مسابقه من مسابقات الرقص. وطبعا على طول بيتقبض على تشان وابنه لما بيلاقوا ان المسات اللي في الخزنه مش موجوده. فبيروح لهم بقى تشارلز وبيقول له انت فاكر ايه اللي حصل زمان من 8 سنين؟ بيقول له ده اللي حصل فعلا مع بابايا، وانه اتسجن ظلم لما انت سرقت المسات. وبعديها بيروحوا للمطار، وطبعا بيبقى حاطط الماس في المشروب، بس طبعا الامن ما بيسمحش انهم يعدوا بالمشروب ده من المطار، وبياخد الامن المشروب وبيروح راميه منهم، وبيفضلوا طبعا متضايقين جدا من اللي حصل. بس بيفاجئهم بقى تشارلز ان هو بدل الديكور اللي في الكاس بالماس الحقيقي، وبكده كسبوا كل حاجه. وفي النهايه كل واحد نفسه في حاجه بيحققها، وبكده بيكون فيلمنا خلص. ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك بالفيديو. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اللي كتب السكريبت ده واللي منتج الفيديو واللي كمان سجل اخوكم ايمن اللي هو انا يعني.